ها نحن أمام أكاديمية الشرطة في محاكمة مبارك، وكما اعتدنا من شاعر الثورة علي حافظ أنه يرصد ويسجل ويوثق أحداث الثورة بالكامل، فها هو اليوم يرصد ويسجل أحداث محاكمة مبارك في يوم 7 سبتمبر. أنت عارف بحضرتك؟ علي حافظ شاعر الثورة وعضو اتحاد الثورة المصرية الجبهة المعتدلة. هتقول لنا إيه النهاردة يا أستاذ علي؟ والله أنا محضر من أول امبارح، من بداية المحاكمة اليومين دول يعني، محضر رسالتين. رسالة بكلم فيها الثوار زمايلي، بقول لهم فيها ما ينفعش نسيب المكان ده، المكان ده بداية الثورة، مجرد ما الناس اللي جوه دول يتعدموا نبدأ الثورة ونبدأ العمل ونبدأ الشغل. والرسالة التانية بوجهها للجماعة بتوع أسفين يا ريس وأولاد مبارك وأحفاد مبارك. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ أنتم مش فاهمين الراجل ده عمل فينا إيه؟ مش عارفين؟ ولا الكلام اللي بيتقال صح؟ اللي انا شفته بعينيا، الاوتوبيسات اللي بتنقلكوا والصور اللي انتوا ماسكينها شكل واحد وهيئه واحده والمصاريف اللي بتتصرف، انتوا مصريين، خدوا بالكم ان الراجل ده ذلنا وتعبنا سنين. فانا بقول بالرسالتين حاجات ربنا ييسر وتوصل دليل ليهم، من بعديها يتعاونوا معانا ويقفوا جنبينا وفعلا مصريين. فاول رساله جاي بقول فيها مصر هتاخد بطار ولادها من اللي بدهم وكان قاصد يبيدها، هيمن عليها وتحكم في قوتها وقال مين حميها، وقفوا مولادها شافهم بعينيه من كتر خوفه بان الغدر اللي مخبيه، وعشان جبان داس على الزناد صرخ الميدان يادي السواد، وقعوا الولاد ومصر مش هتسيب دم ولادها، مصر هتاخد بطار ولادها من اللي بدهم وكان قاصد يبيدها. هتقول لي ده عدى التمانين وكبر وفي حكم الاب، هقول لك لو بالتسنين ولا بحنية القلب ما كانش الأب فكر بالرصاص يضرب، الأب لما على أولاده يغضب لا يمكن على الرقاب يضرب، أدام أذنب وثبت عليه الدليل يشيل، ما هو يا مشل مشاليل بالغلا والكوى وطفح الكيل، ولو كنا أكلنا بالمسكنة والتمثيل ورضينا وقبلنا فترة التعطيل كان زمانه مسلمنا مصر يا جميل من غير نيل. وإيه غير النيل يفرحها ويسعدها؟ مصر هتاخد بطار ولادها من اللي بدهم وكان قاصد يبيدها. هتقول لي ده بطل الحرب وصاحب الضربة الجوية، هقول لك انت جاي تناكف فيا ومشارك في المسرحية الهزلية، كلنا عارفين العسكرية المصرية مبنية على قواعد وأسس هيكلية، أوامر من اللي فوقية تعدي عليا للي تحتية، والخطة كانت سادتية جمصية شاذلية مدموجة بصيحة التكبير، واللي نفذوها هم اللي خلفوا أبطال التحرير. فما تكترش في القيل والقال وافتكر ان في دم سال، واب مات وساب وراها عيال، وام على ضناها قلبها بيتقطع، وانت بتقول لي سماح وبتتنك وتتمطع. يا اخي غصب عن العالم الادله المستخبيه هتطلع، ومصر هتاخد بطار ولادها من اللي بدهم وكان قاصد يبيدها. دي الرساله الاولانيه. الرساله الثانيه بصراحه انا من يوم الثوره وانا بشكر فيها مبارك، شكرته فعلا، فالنهارده بشكره بالجامد شويه. شكرا مبارك على ما قدمته من غباء سياسيا، فلولا هذا الغباء ما استطعنا أن نلاحقك جنائيا، ولولاه أيضا ما جرؤنا على أن نعارض أو نعتصم أو حتى نصدر منشورا احتجاجيا. طوال 30 عاما كنت مراوغا لا يشق لك غبار، تسبح أيا كان اتجاه الطيار، تأمرنا بالسباحة ونسمع وننفذ القرار، حتى استنفرت عليك الثوار، تأخرت في الرد ثم قتلت، ثم أتيت بكلام به تهديد ووعيد، إما الاستقرار أو إما فوضى العميد، إما الاستقرار أو إما فوضى العبيد، صمدنا أمامك بقلوب من حديد، ففتحت بأمرك أبواب السجون، وتفوقت بفعلتك على الشيطان الملعون، كي تقول الأمهات في البيوت ليس لنا رئيسا غيرك، فأنت الأمين المأمون، وتختلف وتنقسم الظنون، ونحن كما نحن صامدون. ها هنا نصحوك مستشاروك أن تحتمي بتاريخك المسبوق، وتدعي بأنك لا مالك ولا مملوك إلا لأي أرصدة في البنوك إلا لحفنة ملايين وليست مليارات، يا لك من مراوغ وصاحب حركات تريد بها الإفلات من الجنايات. فإن كنت شريفا كما تدعي وتقول، وإن كنت حريصا على الوطن بريئا من أفعال الفلول، من يسأل إذن عن قتل الشهداء؟ ومن يعود البصر للأمهات والأباء الذين فقدوا أبصارهم بفقدانهم لأبنائهم فلذات أكبادهم؟ فسوف نوجه إليك التهم بالقانون وبالأصول، وسنجبرك على المسول ولن تنول لقب الرئيس السابق كما تتمنى أن تنول، فأنت المسؤول عن المشروع الصهيوني لتخريب العقول، وأنت المسؤول
عن إغلاق المصانع وتشريد العمال وإزاقتهم ذل الذلول، وأنت أيضا المسؤول عن كل ما عانيناه من أعباء معيشية أوقعتنا في مشكلات اقتصادية وأوصلتنا لأمراض نفسية وعقلية، وحين توجهنا إلى الوحدات الصحية كي نعالج على نفقة التأمينات الاجتماعية قالوا لنا الدفع نقدا أو بشيكا بنكيا، وصدر بهذا مرسوما جمهوريا. شكرا مبارك على ما قدمته من غباء سياسي. نشكرك أستاذ علي، بنشكر شعر الثورة ومستمرين في تغطيتنا شبكة يقين الإخبارية.